السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نتعلم كيف نعمل ال DNS host record. طبعا نجي لنفس المكان اللي احنا بيها بال DNS manager، يعني اخاف اذا نسيتوها وغلقتوها فتجي من ال tools عندك هنا شيء اسمه DNS، اضغط على DNS راح ياخذك على DNS manager. فعندك هنا السيرفر مالتك and هذا هو الفورورد، افتحها وهذا هو الدومين مالتك، افتح الدومين تمام and الدومين قول له رايت كليك، فراح تلقى هنا اكو شيء اسمه نيو هوست. نيو هوست اللي هو الثالث واحد بعد الريلود تمام. فهنا راح يسألك يقول لك شنو الهوست اللي تريد تضيفه. مثلا اقول له انه انا عندي بي سي 1، هذا البي سي 1 راح ينضاف للنيتورك واقدر انطي له مثلا اي بي 192.168.10. احنا 12 13 خلينا نقول مثلا هذا راح يكون 20 مثلا. اوكي فاذا قلت له اد هوست هذا يقول لي شنو كرييتد، طبعا تقدر تقول له دان هنا. فتلاحظ انه انت تقدر تضيف ايضا بي سي عند هذا البي سي هوست دي ان اس هوست ريكورد، تقدر تصنع دي ان اس هوست ريكورد. لكن انا اوقف نكمل وياكم درس القادم، مع السلامه.